تنهي لجنة اللياقة الاقتصادية إلى عالم الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل والتي فقدت مداخلها من جراء الحجر الصحي أن أداء الدفعة الثالثة من الدعم سيتم وفق المساطر والشروط التالية. أولا، يقوم رب الأسرة الذي استفاد من الدفعتين السابقتين للدعم بإرسال رقم بطاقته الوطنية إلى الرقم 1212 على رسالة نصية قصيرة، ويعتبر هذا الإرسال بمثابة تصريح بالشرف على أنه الشخص الوحيد بالعائلة الذي يستفيد من هذا الدعم من جهة، ومن جهة أخرى أنه فقد مداخله خلال شهر يونيو 2020 من جراء الحجر الصحي. ثانيا، ترسل الرسالة النصية القصيرة وجوبا من نفس رقم الهاتف الذي استعمل في المراحل السابقة. ثالثا، يفتح باب تقديم هذه التصريحات ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليو 2020 على الساعة 8 صباحا وإلى غاية يوم الجمعة 17 يوليو 2020 منتصف الليلة. رابعا، تسحب الإعانات بنفس الطريقة التي استعملت في المراحل السابقة ابتداء من 18 يوليو 2020. خامسا وأخيرا، ستتولى المصالح المختصة إجراء عمليات المراقبة، ويترتب عن الإدلاء ببيان كاذب متابعات قضائية واسترجاع المبالغ المتحصل عليها بدون وجه حق. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على قناة صحيفة فانتكات، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.